أجازة سعيدة يا ولاد، إن شاء الله أشوفكم يوم السبت على خير. إن شاء الله يا ميس، يلا استمتعوا بأجازتكم، مع السلامة. فاكرين يا صحابي عيد ميلادي بكرة؟ بكرة الجمعة، أنا عيد ميلادي بعد الصلاة. أيوة طبعا يا سارة فاكرين، إن شاء الله هنيجي طبعا، كلكم معزومين. أكيد هنيجي كلنا بإذن الله، اوعوا تتأخروا، العيد ميلاد بعد الصلاة على طول. خلاص بإذن الله هنيجي على طول، ما تقلقيش. كل سنة وانتي طيبة، وانتوا طيبين. معقول كلكم جيتوا؟ انا مبسوطة قوي، انا لسه جاية من التمرين حالا، هغير هدومي واجيلكوا على طول، وهنطلع مع بعض علشان نشوف الالعاب الجميلة اللي في الأوضة بتاعتي. بجد على فكرة احنا جبنا لك هدايا، يا ريت تشوفيها. اكيد طبعا هشوفها، بس تعالوا الاول نطلع عشان اوريكم الالعاب اللي في الاوضه بتاعتي والزحليقه. خلاص ماشي، يلا يا ساره نطلع. ماما احنا طالعين فوق، اول ما تخلصي اندهلنا. خلاص يا ولاد اطلعوا يلا العبوا، اول ما اخلص هندهلكوا على طول، بس ما تتاخروش عليا. حاضر يا ماما هنيجي على طول، انا هحضر السفره واندهلكوا، اوعوا تتاخروا. حاضر يا ماما، يلا يا صحابي بسرعه. شايفين الزحليقه بتاعتي؟ واو حلوه قوي يا ساره، ممكن اجربها؟ اكيد طبعا يا ليلى اتفضلي. جميله بجد، شكلها تحفه. واو ممكن انا كمان يا ساره اجربها؟ اكيد اتفضل. واو جميله جدا، يوبي انا بتزحلق عليها كل يوم. ايه ده، سامعين ماما؟ السفره جاهزه، يلا يا اصحابي بسرعه عشان ما نتاخرش. يلا يا ساره، ايه رايكم يا ولاد في الاكل؟ بجد يا طنط الاكل طعمه تحفه، والتورته لذيذه جدا. بالهنا والشفا يا حبايبي. مش هتشوفي الهدايا يا ساره؟ اكيد طبعا هشوفها، يلا بينا. واو هدايا كتيره قوي، ايه دوت؟ العروسه اللي كان نفسي فيها من زمان، بحب قوي عروسه المسرح دي جدا. ويا ترى جبتولي ايه كمان؟ ايه ده، انا يا ساره اللي جايبالك الدبدوب دوت، شوفيه كده، ده جميل قوي، بلونه حلو قوي، انا بحب اللون البينك جدا. ويا ترى ايه اللي في البرطمان ده؟ انا يا ساره اللي جايب لك البرطمان دوت، ده سلايم. ايوه فعلا سلايم، واو تحفه. دي كانت قصتنا النهارده، وده كان الفيديو بتاعنا. اتمنى ان القصه تكون عجبتكم، يا ريت تقولوا لي تجربتكم في مكان التعليقات، وتقولوا لي ايه الهدايا اللي جات لكم في حفله عيد الميلاد، وما تنسوش كمان تشوفوا بقيه القصص. باي باي.